دلوقتي جه معادنا مشاهدينا الكرام مع آخر فقراتنا في هذا الصباح وجولة الصحافة وقراءة في أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم. وبتنضم لنا في هذه الفقرة الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي. أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا أستاذة فريدة. أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، اسمح لنا نبدأ أن احنا نستعرض مع حضرتك ومع السادة المشاهدين العناوين ونرجع نتناولها بالتفصيل. هنبدأ جولتنا من ملف الأزمة في غزة، والعنوان في جريدة اليوم السابع هو اهتمام عربي واسع بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة الرياض. عنوان آخر في نفس الشأن من جريدة الدستور، ما بعد قمة الرياض إجماع عربي إسلامي على خارطة طريق السيسي لإنهاء العدوان. أستاذة فريدة، كلمة الرئيس السيسي وحضرتك كنت لسه يعني بتتحدثي عنها أثناء الفاصل في القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية وغير العادية وما تحمله من رسائل عديدة متفرعة، لو حضرتك توضحيها لنا. أنا يعني بلاقي أن الرئيس السيسي قال كلمة تاريخية، كلمته في القمة هي قمة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معاني، سواء من ناحية الشمول للوضع كله وكمان من ناحية التركيز على ما يحدث في غزة. نعم. اللي بيحدث في غزة بيتعبنا كلنا والإنسانية كلها. حقيقة. يعني اللي هم بيمارسوا الوحشية دي دول اللي لا علاقة لهم بالإنسانية، وما أقدرش أنا أقنع حد إن شاء الله يكون عنده بلاها حتى وأقول له إن إسرائيل بتدافع عن نفسها وإحنا شايفين أطفال قد كده بتتمزق. طبعا. لدرجة إن في يعني حتى المناصرين قوي 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 للعنصرية الإسرائيلية الصهيونية يعني بدأوا يعني يتراجعوا، وقال أنه مش معقول والمظاهرات اللي حصلت في العالم. فالرئيس السيسي كان راصد الوضع وشايفه زي ما لازم يكون كل العالم يشوفه، وقال كلمته يعني أنه ما فيش حاجة اسمها تهجير وأنا مش هصفي القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت العروض اللي اتعرضت عليهم الامريكان يعني هنغرقكم ونشيل ديونكم بتاع رفض برضه، لان الكرامه الانسانيه والشرف المصري محدش يبيعه، وده راجل حريص على الشرف المصري وعلى الشرف العربي عموما. بالحديث عن تصفيه القضيه الفلسطينيه وهذا الموقف المصري واللي جاء ايضا في كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في هذه القمه او غيرها بتتحدث عنه، هنشوفه مع حضرتك في عنوان جريده الوطن، بالاغاثه والخطوط الحمراء وسيناريوهات الحل مصر تتصدى لجريمه القرن. شايفة حضرتك الجهود المصرية اللي كنت لسه بتتحدثي حتى عنها اللي بتعمل على العديد من المحاور لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتأكيد رفض وتهجير الفلسطينيين والدعوة إلى إعمال صوت العقل وصولا إلى حل عادل؟ أصل اللي بيعملوه الإسرائيليين وراهم الولايات المتحدة الأمريكية بكل أسف يعني ده مش ضد غزة، ده ضد الإنسانية كلها، دي سابقة في التاريخ ما حصلتش، يعني زي ما الرئيس قال ده ولا العصور الوسطى. يعني احنا بنشوف دلوقتي وحشية لم يسبق لها مثيل،
ما شفناهاش على الأقل في العصر الحديث يعني. وبعدين الدعوة الكريهة والكاذبة، والواحد مش عايز يقول أكتر من كده يعني، إنه ده دفاع عن النفس، دفاع عن النفس. كل الدمار اللي حصل في غزة والبيوت اللي اتهدمت على أصحابها والمباني والمستشفيات، يعني دي دولة يعني الحقيقة أنها دولة سخيفة وضعيفة في الجوهر، لأن لما تضرب المستشفيات والأطفال هم إذا كانوا دول أعدائها مش عارفة يعني. بس هي طبعا الميزة اللي بتتمتع بيها، لو كانت دي ميزة، أنا قصدي ميزة شريرة يعني، هي الأسلحة اللي بديها لها أمريكا. وهو في السياق ده يعني يمكن بيؤكد كلام حضرتك الأرقام نفسها يعني طبعاً. 20 شهر كاملة من الحرب الدائرة في ما بين روسيا وأوكرانيا، كان سقط وفقد حياته في هذه الحرب أقل من 10,000 شخص، في ظل شهر واحد قرابة 10,000 شخص فقدوا حياتهم واستشهدوا في قطاع غزة وحدها. يعني الأرقام هنا بالضبط. فرق شاسع بيبين قد إيه أنت حتى لو بتدعي أنك بتدافع عن نفسك، فهذا أطباء وفيهم موظفين في الأونروا في الأمم المتحدة. نعم. يعني دي دولة تحس أنها لا تعبأ بأي شيء. نعم. واخدة ضوء أخضر من الخواجة بايدن. فبس ده على فكرة أنا دايما أقول النهاردة بيتكتب صفحة جديدة في تاريخ العالم كله، والعالم كله هيقول أن مصر بقيادة السيسي ساهمت فيها. حي. لأنه في كتير دلوقتي من كلمة الرئيس يعني بدوا يشوفوا حاجات وبدوا وكلنا نعم. في ظهره مواقف كاشفة أو أزمة بالزبط. كاشفة بالزبط وسقطت الأقنعة من أو عن العديدين، وبان فعلا مين اللي بيؤازر ويناصر القضية الفلسطينية بالزبط. هنا ده اللي بنشوفه مع حضرتك من جريدة اليوم السابع، هنقرأ هذا العنوان: يدا بيد مع أهلنا في فلسطين. الشركة المتحدة تطلق قافلة إغاثية لدعم أهالي غزة. عنوان آخر من جريدة الوطن: قافلة من المتحدة محملة بالمساعدات لإغاثة غزة، تضم 6 شاحنات من المواد الغذائية والمياه وإشادات بدور الشركة المجتمعية. يعني خطوة جديدة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أستاذة فريدة بتسيير قافلة إغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بتنضم لدورها الأساسي في مؤازرة هذا الشعب من خلال إظهار الحقائق. وده كمان بيأكد دور المتحدة دلوقتي. يعني المتحدة مع كل حاجة نبيلة، مع كل قضية عادلة، مع كل كلمة شريفة، فهي النهاردة لما تقف وتساعد إخواننا اللي في غزة، دول إخواننا، إخواتنا يعني، دم واحد ولغة واحدة وثقافة واحدة، يعني ما فيش حاجة اسمها هم حاجة وإحنا حاجة، لا. ما هو الرئيس كان بيقول كده، كان بيقول إن إحنا حاجة واحدة ومش هنصفي القضية الفلسطينية، لأن دي قضيتنا، قضية القضايا يعني. فالنهاردة المتحدة لما بتعمل كده بتأكد كمان الجانب من جوانب دور مصر، مصر إعلام، ثقافة، صحة، إغاثات أهلي، الأهل. شوف أنت الناس اللي كانت بتتزاحم عشان تتبرع بالدم طبعا. ده منظر على فكرة أثر جدا في العالم، وليه دلالات كبيرة جدا. وفي كمان حاجة إذا سمحت لنا برضو، لأنه هذا الأمر بتتحدث عنه العناوين التالية في الجهود المختلفة للإغاثة أيضا. من جريدة الأخبار هنقرأ عنوان: رغم الوعود دماء على رايات السلام، مصابو غزة يتلقون الرعاية الصحية بمستشفيات العريش. جهود هنا مهمة جدا بتقدمها مؤسسات الدولة لخدمة أهالينا في قطاع غزة واستقبال المصابين للعلاج على الأراضي المصرية، وفور تماثلهم للشفاء طبعا بيعودوا إلى الأراضي الفلسطينية. ولكن أهمية هذا الدور يا أستاذة فريدة طبعاً. خصوصا طبعاً. مع نقص ليس فقط في المواد الطبية، ولكن حتى في عمل المستشفيات ما فيش وقود. كل حاجة، مش بس ما فيش وقود، ده حتى بتهدم إسرائيل، بتهدم مستشفيات وبتموت المرضى اللي منتظرين يدخلوا. يعني آخر إحصائية 51 مستشفى تقريبا خرجت من الخدمة في قطاع غزة. يعني مصر النهاردة واقفة لسد ثغرات لا مثيل لها ولم يسبق لها مثيل في العالم. نعم. يعني النهاردة أنت لما تيجي تاخد الأطفال والنساء الفلسطينيين يعني تجند كل إمكانياتك عشان معالجتهم وشفائهم، دي حاجة برضو، ما أنا بقولك دي فترة بقسوتها وبشاعة الممارسات الإسرائيلية اللي ملهاش مثيل ولا ليها وصف، لأن في الإنسانية مفيش حاجة كده طبعا. دول بره الإنسانية يعني. هاي.
بس أيوة. بالرغم من كل ده بقى هيتقال ان مصر لعبت دور رائع في هذه المرحلة، وكل العالم النهاردة بياخد كلام السيسي ويقول لك اه هو ده اللي لازم يحصل، لازم يحصل، لازم نوقف. حتى امريكا اللي هي متواطئة واسرائيل تعتبر اداة من ادواتها بتقول لا احنا مش عايزين بقى المدنيين ده النهاردة. وخد بالك ان اسرائيل عمرها ما قعدت في حرب طويلة، دي حرب طويلة وبتبين مش هشاشة، بتبين كذبة وأكذوبة افتراء ان اسرائيل دولة عظمى. في دولة عظمى تقعد شهرين، ده الشهر الثاني على اساس كلامها بتحارب منظمة يعني فلسطينية، وبتعاني من تداعيات هذا الامر قد كده، تداعيات اقتصادية بالظبط وتموت ببيهات. يعني الاطفال الصغار الرضع دول، ايه دول؟ طبعا. ده الرضع دول يعني المفروض ان اي حد ما عندوش حتى ريحة الرحمة ولا ريحة بتاع يخاف. موضوع آخر وعناوين أخرى، وهي بنتحدث فيها عن الشأن الداخلي، لأن احنا أكيد يعني الدولة المصرية بتراعي غيرها إنسانيا، ولكن أيضا بتراعي طبعا أبناء الوطن المصري. هنقرأ من جريدة اليوم السابع هذا العنوان: الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية تتصدر اهتمامات القيادة السياسية. الحديث هنا عن العديد من الجهود اللي بتبذلها الدولة، ومنها على وجه التحديد بدء صرف الدعم النقدي للمستفيدين من تكافل وكرامة بزيادة 15% من يوم الخميس المقبل. شايف حضرتك جهود الدولة في هذا الملف ازاي، خصوصا انه يعني ال 15% تصنع يعني فارقا على الاقل مع الظروف الاقتصادية يعني الحالية؟ هو يعني في ناس تقول لك الاسعار غليت، مظبوط الاسعار غليت، بس شوفوا انتوا العالم كله في انه وضع. وبعدين الدولة على قد ما بتقدر بتساعد اللي ما عندهمش إمكانية يعني أو إمكانياتهم ضعيفة. يعني ده رئيس أنا دايما أقول ده ودانه وقلبه مع كل مصري. الطفل الصغير اللي لسه مولود وعنده مشكلة يعني صحية لغاية كبار السن لغاية الشباب، يعني كل واحد في مصر حاسس إن هذه الدولة تعمل من أجله. وده على فكرة اللي مخلي الناس كلها وراه، ومخلي الناس كلها بدأت ترتبط تاني بوطنها. يعني انت النهاردة مثلا بتسمعش على هجرة، مفيش، ده كان في هجرة غير شرعية، كان الواحد يعني لما يشوفها يحزن ان في ناس بتفضل تغامر وتموت عشان تروح تبقى برا مصر. النهاردة لا، كله بقت فتحت له أبواب الأمل جوه مصر، مشروعات وخطط للنهوض وكمان حياة كريمة اللي غيرت وجه الحياة في مصر كله يعني الحقيقة. نعم يمكن، وحتى يعني من يرغب في الهجرة هي الأبواب مفتوحة ولكن بطرق شرعية ومن غير مخاطرة على النفس ولا على الحياة. جزيل الشكر لحضرتك طبعا على وجودك معنا وعلى تشرفنا في هذا الصباح وجولة الصحافة. الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي، نورتينا يا أستاذة فريدة. شكرا، أنا كنت سعيدة معك، وإن شاء الله يا رب ربنا يفوت الأزمة دي على خير بإذن الله. وتحياتي ويعني أكبر قدر من الإجلال والتعظيم لصمود غزة العظيمة والشعب الفلسطيني العظيم. حقيقي مش سهل أبدا ما يحدث هناك، وبالتالي حتى الفكرة الصمود نفسها لها يعني اسمح لنا نضم صوتنا بصوت حضرتك في مبهرة الكبيرة. نعم، كل العالم مبهور الشعب الفلسطيني وصموده بشكل حقيقة يعني صعب جدا تشوف مثله في أي منطقة في العالم. مشاهدينا الكرام، بنشكر حضراتكم طبعا لان وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الحلقه من هذا الصباح، وبنتمنى لكم طبعا يوم سعيد. في ختام هذه الحلقه شكرا جزيلا لكم، بكره يتجدد موعدنا ان شاء الله من 9 ل 11 صباحا.